هذا المقطع برعاية EA Creator Network. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم يا شباب. مقطع جديد، مقطع رقم 2 للعبة جريد ليجندز. طبعا حنكمل نحن الستوري مود اللي بلشناها بالمقطع الأول، هذا مقطعنا الثاني. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالمقطع الأول وشفتوه. ومثل ما قلت لكم هي اللعبة provided من EA عشان نجربها. ولو عندكم أي استفسارات أي أسئلة على هي اللعبة تقدروا تحطوا لي إياها بالتعليقات تحت أو تبعتوا لي عن طريق السوشيال ميديا تويتر أو تدخلوا الديسكورد، حياكم الله، الروابط موجودة في الوصف تحت هذا المقطع. قبل ما نبلش بالمقطع لا تنسوا الاشتراك بالقناة طبعا وشير ولايك، ومنبلش بالجزء الثاني لهذا المقطع. نحن خلصنا هون المرة الماضية، بقى هلا حنساوي ريزيوم ونبلش بهذا السبق. Bring the car back in one piece. As this is your first race, there's no need to push the car to the limit. Just give us a good drive and follow Yume's lead. Okay, they won't be happy about that. Last lap was a 2:53.4. Thank you.
نايس. الأول طبعا في بوينتس بتاخدها لما انت تسوق على اللاين الموجود على الأرض. نشوف الريس اللي بعد. Continue. Let's go. Elimination race. You need to stay out of the danger zone when the timer starts counting down. Because as the title suggests, those in the danger zone when it hits zero will be eliminated. The timer is then reset, and the racers closer to the back of the pack will find themselves in the danger zone again. Cars are eliminated until only one remains. So drive fast, stay ahead, and if you find yourself in the danger zone, then do everything it takes to get out of there. Elimination. هاي لعبتي. بدنا نحاول ما نطلع من الجيم يا شباب. Let's go. We need to aim to stay competitive. Okay, أنا مركزي 15. Let's rein it in. صار مركزي 11. لا. والله ما كتير صراحة، يعني في اشياء بتخيل. no way wait. طب هاي اتنين طلعوا already. بدي احاول بس اطلع من زحمة السيارات هدلوني موجودة هون. وضع المقدمة عشان ما يكون في زحمة. بس الماب يعني هي شوف فكرتها حلوة، كونتينرات وما كونتينرات. كان راح فيها. درافت سلام. المركز الخامس. الرابع. الثالث. الثاني. Let's go. فكرنا في الدريفت هذا. اوكي باي. بس هلا Let's go. الأول باقي أربعة بس، نحن اثنين واثنين تانيات.
ما عم بقدر ركز لاني عم بطلع على اسماء الدرايفرز على اليسار فوق. من الاول 12 صار 1 من 10 باقي 10. طبعا بضلوا عم يسووا اليمينيشن 1 باي 1 لحتى يوصلوا للمرتبه الاولى. عندي صاحبنا بعد واحد عم يصور. والله هي السيارة صراحة حلوة. هلا ان شاء الله يعني مقطع منها مقاطع عم نشوف، نفوت على الجراج ونشوف شو في سيارات. طبعا اللعبة هي فيها ماب لدبي، ثلاث خرائط لعبتهم المرة الماضية بس ما كان مسموح اني انزلهم. صورت المقطع ممكن انزلهم بهذه الخرائط لو مسموح كمان انزلهم ولا لا، بس كانت تجربة حلوة بالجميرة. باقي سيارتين انا والمركز الثاني، دائما بيجي بالعيد قبل نهاية الجيم. شكله بعيد وحصر له animation. نايس جي جيز. أخذنا المركز الأول كله طلع animation وأخذنا هذه الجيم. Great Legends. طب منروح على الشابتر اللي بعده. My name is Yume Tanaka. I've been lead driver with Seneca for 3 years now, and my goal is to become the first woman ever to win the championship. Let's talk about your new teammate for a moment. Mm-hmm. How do you feel about Marcus Addo hiring an unknown? Look, Addo likes to invest in potential, and that's who we are as a team. But when it comes down to it, the thing that matters is, are you actually good enough? It takes serious talent to race across this many disciplines and events in a single season. Racing teams don't survive on effort or good intentions. We need to win. Seneca number 22 and Valentin Manzi really can't seem to stop crashing out of the track. Will they have self-entity? Manzi turns up the heat. Beat Valentin Manzi. اوكي هدلون تركات انا جربتهم وما عجبوني صراحة. واو ايوه هذا اللي على يميني اللونه بينك بدنا نسبه. واحد طلعنا جيان فراري طلعت. اللي وراك وراك والزمن طويل. طلع ولا ما طلع؟ ايوه طيب يا اخي سبقونا كلهم مشان تحت راسك. مركز 13 11 11 بس
بعد حسابه اللي قالوا لي عليه. اه لا ليكو ليكو هذا اللي على حسابه. بس نطلع من الزحمة هاي حتى نعرف نسوق ناخذ راحتنا. التركات شوي حركتهم تقيلة. ويك صرت الأول. نفس المكان طلعت أول مرة بس مرة بعد ما يجوا نجرب شي جمب تكون سريعة طويلة. اوكي ماشي حاله ماشي حاله بس تشبه اللف يمين ويسار صعب شوي بالتراك ما بمسك بسرعة لازم نسوي دريفت. سوي دريفت بالعكس. Anyway, here 5 rounds, here round 3. ودي بس اشوفه انهم مشتاع من روعة هاي. طب راوند 4 your last lap was a 1:15.5 يعني Improving أحسن. بشكله هيك لازم ناخذ هاي الكيرف. شفنا بياخذوها بكل سهولة ما اعرف كيف بس ليتس جو. فاينل لاب كانت الرابعة اللي قبلها هاي الخامسة. شكلهم حيسبقوني بس ليتس جو. انت تستطيع. لازم الهاند بريك. لازم الهاند بريك.
نايس خلصنا منه لانه هذول تركات كثير صعبه سواقتهم. نشوف شو في بعده. My name is Ajit Singh. I'm Seneca's lead engineer. Is that okay? Cool. Come on in. Welcome to the garage. Now this is our new baby. Beltra Icon Mark III, but with a few upgrades. Full electric drive, active suspension, repositioned fuel cells. Look, you can see most of the weight is down here in the chassis. And this is an old friend from last season. Jupiter San Marino. I got this job by betting Marcus Addo I could make an old Eagle Ray Mark IV run faster than the Type 8. And I did it in under a week. Now I work on anything with an engine and a roll cage. Touring cars, muscle cars, open wheel. If it's grid legal, I can build it to win. Challenge is finding someone who can drive them all. اوكي بدنا نخلص السابع او هاير، بس طبعا كلهم بتعرفوا يعني انا ما بحب اخلص غير المركز الاول. الموتور يعطونا الكنترول تبع السياره. يلا اعطونا الكنترول لسه. على هاي السياره هو بيحبها. هنحاول انه ما نخبطها كثير. بس لو في تيربو ما بعرف بعد ما فتحنا تيربو ولا في ولا ما في الله اعلم. وهون شكله في سيارات قدامي. كسر يعني ولا شيء. Come on, I think you've hit them one too many times. ما بعرف ليش حاطين عليهم علامة. شوف كيف وقف وشي. قلنا نحن بدنا نكسر لك السيارة يا ابو الشباب، حطنا بوحدة نكسر سيارات. كنا عم نحكي عن التيربو صح؟ غير لونها. بلعب دريفت لأن الدريفت كان كتير رائع بالجيم. Come
صابوها كثير. ودخلت على اللاست تير. انا حاولت يا معلم اني ما كسر لك سيارة كثير بس للأسف فتنا بالحيط والسيارات ضربونا و... عوافي عوافي. بما انه عم نسوق على اخر ماب على اخر لاب، خبرونا يا شباب شو احلى لعبة سيارات لعبتوها. انا بالنسبة لي صراحة ومن احلى وافضل الاجزاء كانت نيد فور سبيد الاندر جراوند 1 و 2، يعني هذول كانوا اساطير. اكتبوا لنا بالتعليقات شو افضل جزء لعبتها، شو افضل لعبة سيارات لعبتها، لانه هاي حتكون نهاية مقطعنا لهذا اليوم عشان ما نطول عليكم. وان شاء الله بنشوفكم مقطع جديد. لو مو مشتركين بالقناة اهلا وسهلا، يا ريت تشتركوا بالقناة. لو عندكم اي استفسارات اي اسئلة عن اللعبة تكتبوا ليها كمان في التعليقات وان شاء الله بحاول اني اجاوب عليها. ديسكورد موجود وان شاء الله بسوي giveaway على اللعبة كمان لمنصة البي سي قريبا. تابعوني على تويتر وديسكورد وحياكم الله، ونشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.